قصة المصاب هنا إن شاء الله. اسمع مقالته هنا وينه. صاحب المزرعة، صاحب المزرعة لا تضحك نفسك، لا تضحك نفسك يا بني، فهي لا تقبل شيئا من أحد، فقد كان أبوها غنيا وكان زوجها غنيا، ولكن ساءت حالها بعد موتها، لذلك تكره أن تمد يدها، ولكنها تعمل قدر استطاعتها كي تكسب قوتها وقوت أطفالها. إنها مثال طيب للمرأة العفيفة، إنها تعيش في تلك الدار التي تبدأ من بعيد في أول القرية. اقترح لأحد الفتيان أن يجمعوا كل شهر مبلغا من المال ليقيموا هذه المرأة، ووافق الجميع وبدأوا التنفيذ. أن حسنا يا مكه ولا أصحاب فيسبوك يوتيوب ولا مدرسه بلاح مشاهد ما هو كل هاي يقول هذا الجيل بعد السلام بالسلام وقلت لها أنا لا كسر كسبيرات يا كلاس كسبيرات أنا كسر كسبيرات ما كان ممكن أن يكسر إلى كفر الإنسان أبين كفر الجميل الشيخ كسر كسبيرات من الوضع كتيرا مع بلحان جيل الصومالية ويا بلحان كون تسمعوا كنت ربعي الآن كنت بلحان وحبا يسير كفر ما شاء الله. ويا قصة المصابر صاحب المزرعة التي تركز لها، صاحب المزرعة التي تركز لها لا تطعم نفسك، نفسك على التعليم حق التعليم، لا تطعم نفسك نفسك على حق التعليم يا بني من كبير، فهي يده لا تقبل شيئا شيئك ما أقبلته، لا تقبل شيئا شيئك ما أقبلته من أحد أحد. وسألتم حيث أنه كان أبوها غنيا أبوها تاجر، كان أبوها أبوها غنيا متاجرا، وكان زوجها مكرم أبوها غنيا متاجرا، زوجها من أبوها غني متاجر أبوها. ويسكت سيد برواقه حتى أبان برواقه حتى يمكن برواقه ويهي. ولكن ساءت حالها حال كريمة هلامي، ساءت روحة همامي حالها حال كريمة بعد موتهما، بعد أن مكر بنتين لمرة بنتين لمرة مكر بنتين ممكن وكر بنتين وعبير وعبير بنتين سيادته. لذلك تكره الغنوزة أن تموت إلى التالتر يدها عن تالي، أن تموت إلى التالتر يدها عن تالي إلى التالتر معناها بيت أيها السكر معلم واليد العليا خير من اليد السفلى، ولكنها تعمل وشقين، ولكنها إيه تعمل وشقين سا تعمل وشقين أو شقد القبائس قدر استطاعتها انت اي كلكتهم، قدر استطاعتها انت اي اموالكتهم، ولكنها تعمل الى وشقين قدر استطاعتها انت اي كلكتهم وشقين سا كي تقسم السعر وشق كي تقسم السعر وشق وشقين قوتها الى قوت كي وهي علمت الى قوت اطفالها انها وشيك ودي هيا إنها يدا مثال طيب وتسارع ونسل، إنها يدا مثال طيب وتسارع ونسل، هيا للمرأة العفيفة هلوني لدرسون هلوني لآك أدرسون أي تسارع ونسل، وهي إنها يدا تعيش وكل شيء في تلك الدار بالناس باربس كل شيء التي باربسون تبدأ الكتب يا منس من بعيد في أول القرية من فك ومغارية كل العلا في أول القرية مغارية أول القرية بعيد من فك بعيد ومن فك
الأحد إلى مطلق بالله الفتيان كما دعبانيوني أن يجمعوا إلى الأمريان أن يجمعوا إلى الأمريان كل شهر بكسة مبلغا معك ومن المال العدى مبلغا معك ومن المال ليقوم إلى السيان العكس هذه المرأة هوينيرا وراها فتا ويسكوها فتا الجميع بمعنى اليمي وبدأ الله بالله التنكيل للفريان درسنا اليوم انتهى ان شاء الله انتين الى اللقاء اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب تستغفرون.